حالكم يا طلاب الرائعين؟ سنبتدئ صباحنا بقولي بسم الله الرحمن الرحيم ثم صباح الخير. أحسنتم يا أبطال، صباح النور على البندور، صباح أبيض كل سرور. إن شاء الله أملأ الله صباحنا وصباحكم بالسرور الدائم. اليوم سنراجع فصول السنة، ومن منا يتذكر كم فصل لدينا في السنة؟ أحسنتم يا أبطال، لدينا أربعة فصول، أربعة فصول في السنة. طيب، وماذا يعني كلمة فصل؟ فصل هو شيء يتغير فيه الطقس على مدار السنة، أي فترة من العام يتغير فيها الطقس. إذن فترة معينة، وقت معين من السنة يتغير فيه الطقس. إذن ما هو الفصل؟ نعيد هذا التعريف، هو فترة من العام يتغير فيها الطقس. سنأتي الآن إلى فصول السنة وننظر إلى هذه الصورة الرائعة. هكذا هو العام، عام كامل. كم شهر في العام أو في السنة؟ أحسنتم، 12 شهرا في السنة، 12 شهرا، أي في السنة التي فيها 12 شهرا يمر علينا أربعة فصول. هذا الفصل الذي سنتكلم عنه اليوم. انظروا إلى هذه الشجرة، ماذا عليها؟ أزهار حمراء. واو، هذا هو الفصل الرائع الذي سنتكلم عنه. انظروا إلى هذه الصورة الجميلة. عن أي فصل سأتكلم اليوم؟ عن هذه الصورة، فصل يتواجد به هذه الأشياء الرائعة: بنفسجية اللون، زرقاء اللون، وصفراء اللون، الورود الرائعة. هذا فصلنا الرائع، اسمه يا أبطال فصل، هيا خمنوا، نعم إنه فصل الربيع. أحسنتم يا أبطال، انتظروا انتظروا قليلا، أسمع صوتا يقول فصل الشتاء. انتظر، لماذا تقول الشتاء يا أيها الطالب الرائع؟ بسبب وجود الأمطار؟ خدعتك الصورة. اليوم سنعرف ميزات هذا الفصل، ولماذا لا نقول عنه فصل الشتاء بل نقول عنه فصل الربيع. إذن هناك تشابه ما بين فصل هذا الربيع والشتاء بتساقط الأمطار بكلا الفصلين، ولكن ما الفرق بينهما؟ سنرى اليوم ونتعرف على ميزات فصل الربيع الرائع. فصل الربيع هو فصل الأزهار الرائعة. تظهر الأزهار في كل مكان بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ تساقط الأمطار. أحسنتم، إذن النبات سيكبر في فصل الربيع، من برعم إلى نبات صغير إلى نبات أكبر، حتى يصبح كبيرا ويظهر لنا أزهاره الرائعة. كل ذلك لأن النبات يحتاج للماء ليكبر، ففي فصل الربيع تتساقط الأمطار ويصبح الجو بديعا. هل يكون الجو باردا فتموت الأوراق، أم يكون حارا جدا فتذبل النباتات، أم ماذا يكون نوع الطقس في هذا الفصل؟ إنه يكون فصل معتدل الحرارة، أي رائع. ماذا يعني معتدل؟ أي لا حارا ولا باردا، هو فصل معتدل. جميل، نعود إلى الصورة وننظر، هل هو جميل أم لا؟ انظروا إلى هذا الولد، يلبس قميصا بنصف كم، هذا يعني أنه طقس ليس بارد. جاءني صوت يقول، ولكن انظري يا مس للطالبة الأخرى، إنها تلبس معطفا. نعم نعم، إنها تلبس معطف، ولكن هذا المعطف ليس للبرد، هذا معطف المطر، حتى لا تبلل فستانها البنفسجي الرائع. ففستانها ليس له أكمام، ولكن وضعت عليه سترة المطر حتى لا تتبلبل هذا الفستان الرائع. إذن الطقس في فصل الربيع طقس معتدل، تنمو النباتات فيه وتتكاثر الحيوانات. تتكاثر؟ نعم، أي يزيد عددها. وكيف يزيد عدد الحيوانات؟
بأن الحيوانات تلد صغارها. انظروا إلى هذا الغزال، لديه ابن صغير يرضع الحليب. واو، إنه من فصيلة، من يعرف، الثدييات أم البرمائيات أم الأسماك؟ نعم، ثدييات، لأن لديه ثديا يرضع صغيره. أحسنتم يا أبطال. إذن فصل الربيع تتساقط فيه الأمطار، تنمو النباتات، وأيضا تلد الحيوانات. هذا هو ما يجب أن نعرفه عن فصل الربيع الرائع. طيب، نأتي الآن إلى هذه الصورة. برأيكم، هل هذا فصل الربيع أم فصل الخريف؟ أحسنتم، ربيع. وما دلالتكم على ذلك؟ وجود هذا الحيوان الصغير، أي أن الزرافة ولدت صغارها في فصل الربيع. إذن عندما تلد الحيوانات، أغلب الحيوانات ليس جميعهم، فإن ذلك دلالة على أن فصل الربيع قد حان. طيب، ننظر إلى هذه الصورة. نبات صغير، أكبر، واو، ظهرة الورود الزهرية الرائعة في أي فصل النحل؟ أحسنتم يا مميزين، نحن الآن في فصل الربيع، لأن النباتات تنمو. جاء ولد إلي وقال لي: يا مس هبة، هذه الصورة أعرفها جيدا، تدل على فصل الشتاء القارس، فهناك مطر غزير وهناك مطر شديد، أعرف هذا الفصل. ما رأيكم، أتؤيدونه بكلامه أم أنه لا يقول صوابا؟ أعتذر منك يا طالبي، هذا فصل الربيع. وما دلالتكم يا طلابي أنه فصل الربيع وليس فصل الشتاء؟ أحسنتم، وجود الأزهار التي تعيش وتنمو، أنتم رائعون. إذن نحن الآن في فصل الربيع الرائع. نأتي الآن إلى في أي، متى يبدأ الربيع؟ متى يبدأ فصل الربيع؟ يبدأ فصل الربيع دائما في شهر 3، والذي يسمى مارس. فصل 3 يسمى في اللغة الإنجليزية مارش، وبالعربية مارس. إذن في شهر 3 تقريبا يبدأ يبدأ فصل الربيع الرائع، ويمتد إلى 3 شهور. إذن إلى أي فصل سينتهي الربيع؟ هيا لنعد سويا: شهر 3 مارس، شهر 4 إبريل، شهر 5، من يعرف ما هو شهر 5؟ مايو. إذن 3 شهور يمتد فصل الربيع. إذن فصل الربيع يبتدئ ب3 وشهر 4 وشهر 5، وبعدها ننتقل إلى الفصل الجديد، وسنتعرف غدا إن شاء الله ما هو الفصل الذي يأتي بعد فصل الربيع. طيب، نأتي الآن إلى كم عدد ساعات النهار وكم عدد ساعات الليل؟ يتكون اليوم الواحد من 24 ساعة، كل يوم فيه 24 ساعة. سنأتي اليوم ونقول عن فصل الربيع: كم ساعة يكون فيها الشمس ظاهرة والوقت صباحا؟ مكتوب لدي 12 ساعة. إذن إذا أعددنا مسألة حسابية وقلنا في اليوم 24 ساعة ناقص 12 ساعة في الصباح، إذن كم ساعة لدي في الليل؟ 12 ساعة. وهذا يعني أن الليل والنهار في فصل الربيع متساويان، لأن الليل 12 ساعة والنهار
12 ساعة. إذن تتعادل الليل والنهار في فصل الربيع. ننظر الآن إلى إذن كما تكلمنا وقلنا الليل والنهار يتساويان في فصل الربيع. في اليوم الواحد كم ساعة لدينا؟ 24 ساعة. لنقسم 24 بين الليل والنهار فيكون عدد ساعات النهار 12 ساعة وعدد ساعات الليل 12 ساعة. نقول الآن متى تخرج الشمس لدينا في الصباح؟ تخرج الشمس في الساعة 6:30 تقريبا. تخرج الشمس، انظروا معي إلى هذه الصورة وانظروا كيف يتساوى عدد ساعات النهار مثل عدد ساعات الليل 12 ساعة. وهذا يعني أن الشمس تشرق في الساعة 6:30 تقريبا وتغيب في الساعة 6:30 تقريبا، ويبتدئ الليل من الساعة 6:30 مساء إلى 6:30 صباحا، وبالتالي تتساوى الليل والنهار 12 ساعة لكل ليل أو نهار في فصل الربيع. إذن لنعيد الآن ما أخذناه في فصل الربيع. فصل الربيع يبتدئ في شهر 3، أحسنتم، مارس، وأربعة وخمسة تقريبا، ثم يبدأ النهار فيه في الساعة 6:30 صباحا أبطال، ويمتد كم ساعة؟ 12 ساعة. طيب ماذا يحدث من ميزات في فصل الربيع؟ نعم، 1 تلد الحيوانات، 2 تنمو النباتات، 3 تظهر الأزهار. وكيف يكون الطقس فيه؟ معتدل، أي جيد وجميل. وماذا أيضا؟ تتساقط به الأمطار الجميلة الرائعة. هذا هو فصلنا الرائع، فصل الربيع. وغدا إن شاء الله سنتكلم عن الفصل الذي يليه، ويجب أن نعرف ما الفرق بينهما وماذا سيكون من تشابه بينهما. أراكم على خير يا طلاب الرائعين، وأتمنى أن تدرسوا جيدا وتحلوا الواجب في الأسفل وتحصلوا على الأوسمة لأكون منكم سعيدة. كل واحد يحل الوسام يكتب فيه على الواتساب تم، حتى أعرف وأعطيكم العلامات، فأنا أريد أن أراكم وأنتم تحصلون على الأوسمة. أحبكم كثيرا، وداعا يا رائعين.